أو اللا أخلاقية إلى وصف ما عايشه وعاينه في حياته الصعبة، مشاركته كشهادة مع العالم. هو الذي عايش عالما سفليا قدرا يعج بالفقراء، بالمتشردين، بالمتسولين، بالخارجين عن القانون إلى غير ذلك. صحيح أن هم شكري كان في بداية حياته هو أن يحصل على قطعة أو لقمة من الخبز الحافي لينجو ويستمر في مصارعة الواقع البائس والمنحط المجرد من الأخلاق. لكنه رغم حضور الذاتية بشكل مكثف، سيما في سيرته الروائية أو ثلاثيته، فهو لم يغفل عبر كتاباته كلها وعبر مشروعه تقديم شهادته أو وثيقة مؤرخة لحقبة كانت صعبة جدا في تاريخ المغرب، بدءا من عام البون أو أعوام المجاعة إبان الحرب العالمية الثانية وأيضا الاحتلال الفرنسي للمغرب. كنت أتوقع أن أسئلة الصحفيين ديالنا والمكلفين بالمواقع الإلكترونية والمجلات الإلكترونية كلهم يعني ستنصب أسئلتهم أو سينصب سؤالهم الجوهري عن هذه الزوبعة التي أثيرت بالنسبة لكلمة لا أخلاقي التي تصدرت عنوان هذه الندوة. ولكن مختلف المداخلات التي أسهم بها الدكتور عبد الله إبراهيم، شمس الطحال البراقي، كذلك سلمى الغزاوي، كلها انصبت يعني حول تفكيك هذا البعد الذي يزيدنا محبة لشكري ويزيدنا اعتبارا لسلوكه الأخلاقي. نحن نتحدث عن ما كتبه شكري والذي يعتبر خلخلة لبنية أخلاقية نمطية تقليدية متخلفة. فلا أخلاقي بين قوسين هو أن تحمل في طياتها رفضا لنمط أخلاقي سائد كان شكري لا يرضخ له وكان يثور عليه باستمرار سواء في كتاباته أو في سلوكه. شاركنا اليوم في الملتقى 16 لتخليد أدب الكاتب العالمي الريفي المغربي والعربي محمد شكري. كانت مشاركتنا أو العنوان الذي اخترناه لندوة هذه السنة هو اللا أخلاقي كإحالة على رواية اللا أخلاقي لأندري جيد، وهو ما أثار زوبعة من الانتقادات والهجومات، كون العديد من الناس ظنوا خطأ أننا سوف نحاكم محمد شكري محاكمة أخلاقية وندينه في قبره. تشرفت بدعوة من مهرجان سويسرا للمشاركة في دورته الحالية ضمن محور شكري محمد شكري اللا أخلاقي، وقدمت الحقيقة جزء من بحث موسع حول ذلك، وطبعا بددت القول الشائع بأن محمد شكري كاتب غير أخلاقي، وهذا حكم طرأ عليه من عالم آخر غير عالم الأدب، عالم الأخلاق. شكري كاتب له قوة تواصل، قام بعملية تمثيل والتخيل مجتمعه في شمال المغرب وخاصة في طنجة في فترة تقريبا منعطف النصف منتصف القرن العشرين، يعني قبله وبعده، ومنح لهذا المجتمع هوية من خلال معالجة سردية كتبها بمجموعة كبيرة من المؤلفات ذات الطابع السيري. ندوة محمد شكري هذا الصباح في إطار دورة 18 للمهرجان تويزا ركزت على إشكالية مهمة جدا، وهي إشكالية علاقة الأدب والفن بالرقابة الأخلاقية. هل من الضروري أن يكون هناك معيار أخلاقي في النظر إلى الأدب؟ ما قيمة هذا المعيار؟ أم أن الأدب والفن مستقلان كليا باعتبارهما قيم جمالية عن
أن يخضع للمعيار الأخلاقي، ولهذا كانت الندوة بعنوان شكري اللا أخلاقي بين مزدوجتين كرمز بتمرد الأدب. الأدب بطبيعته والفن كذلك هما متمردان عن المعيار الأخلاقي، ولا يقاسان بمعيار الأخلاق بل يقاسان بمعيار المتعة وبمعيار القيم الإنسانية التي يسعى والرسائل الإنسانية التي يسعى الأديب إلى تمريرها عبر إبداعه. والمتدخلون أبرزوا قيمة شكري الأدبية، وأبرزوا أيضا تهافت الآراء التي تحاكم شكري من خارج الأدب. لا ينبغي محاكمة المبدعين من خارج إبداعاتهم، بل ينبغي أن يقاسوا بمعيار الأدب والفن، أي بالنقد الأدبي والفني وليس بالمعيار الأخلاقي، لأن الفلاسفة ميزوا بين القيم، قيم الأخلاق أو ما يسمى بقيم الخير والفضيلة، وبين قيم الجمال والمتعة. اليوم كنعيش اليوم الثاني ديال مهرجان تويزا اللي كتنظم مؤسسة مهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية، اللي كيضم يعني مجموعة من فقرات متنوعة وكتهم يعني جميع شرائح يعني ديال المواطنين. الافتتاح البارح كان الافتتاح بمعرض الكتاب اللي كيضم مجموعة من معارض يعني مختلف مدن المملكة، كذلك الافتتاح ديال معرض الصناعة التقليدية كذلك اللي كيضم مجموعة من معارضين والتعاونية ديال الصناعة التقليدية اللي كيمثلوا جميع جهات المملكة، كذلك الافتتاح ديال المعارض يعني رواق ديال اللوحات التشكيلية وكذلك اللوحات الفوتوغرافية. بالنسبة كذلك هناك ندوة افتتاحية اللي كان الافتتاح ديالها على شكل حوار أستاذ أحمد عصيد مع خزع المجدي اللي لقات يعني إقبال يعني حضور مهم يعني وكثيف. كذلك اليوم يعني كان عشنا يعني الختام ديال الندوة ديال الملتقى 16 ديال محمد شكري اللي تستضيف فيه يعني من يحيى مجموعة من المفكرين والمهتمين بالأدب محمد شكري، اللي تختار عنوان شكري يعني بين معقوفتين لا أخلاقي.